بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا حول التربية ديال الأبناء، حيت تنبغيو حنايا نبرؤوا راسنا من واحد الحاجة تنبغيو نلصقوها لشي واحد آخر، ومنها التربية ديال الوليدات ديالنا. فالناس تصيب دابا الوالدين لا الرجال ولا العيالات تيقول لك المربي من عند ربي، بمعنى انت البو فين الدور ديالك، وانت الام فين الدور ديالك. غادي نتكلموا على خمسه ديال الضوابط ديال التربيه ديال الابناء. الضوابط هذه غادي تساعدنا باش غادي يخرجوا الوليدات ديالنا سالمين غانمين، نموذج اللي غادي يشرف البيئه ديالنا، يشرف الاسر ديالنا، يشرف المجتمع ديالنا. الاولانيه هو الرفق. عمر شي حاجة استعملنا فيها العنف تتعطي النتيجة. داكشي علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما دخل اللين في شيء إلا زانه، وما خرج من شيء إلا شانه. فاللين هو الرفق، فلهذا تخص هاد الوليدات اللي عندنا ماشي تتصيب لك واحد المثال عوج نشوفه نعطيه مثال. وليد صغير جبناه الكوزينة وجالس على واحد الحصيرة وعطيناه يشرب الحليب وقلبو تنشدو ونعطيو العصا وما فهمش مسكين حتى حاجه. وتيجي ضيف ويمشي للصالون وزربيه جديده وتيقلب تنقول ليه شي بس ما كان غير الخير هذا. لا، هذاك اللي كبير راه هو عارف شنو دار، ولكن الصغير ما عارفش مسكين. فلهذا باش نضربوه هذاك راه ماشي ربينا، راه عقدناه. لهذا اولا الضابط الاول الرفق. أنس بن مالك رضي الله عنه قال لك خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. عمرو ما تكرفص عليا ولا غوت عليا ولا شي حاجة 10 سنين. هذا الأول، الضابط الأول الرفق. ماشي لما تتشد الولد وتقول له والله برد في غدي غدايدي، ما ربيتيش بردتي غدايد. فلهذا حيت غادي يكبر ويتقادو الكتاف غادي يرد دوك الغدايد اللي درتي فيه. وهكذا الأب. الثاني الحوار ما بين الولد وباه وما بين الأم وولادها. هذا الحوار هذا خصو يكون فيه جوج، الحوار الهادئ ماشي بالغوات وتعتبر راسك انت هو مول الشي وانت اللي تتنفق، لا، الحوار الهادئ والهادف خصو يكون عنده واحد الهدف. لاش انا تنتحاور معك أولدي؟ ثم ما تبقاش جالس ليا في الزنقه وفي القهاوي وفي الليبول وكذا كذا. خصك على الاقل 10 ديال الدقائق لوليداتك، والسبت والحد للمراه ديالك ولوليداتك. هذه الثانيه. الثالثه ما كافيش الكلام، خصنا القدوه الحسنه، لان الاعين ديال الوليدات ديالنا تتنعقد على الفعل قبل ما تتنعقد على القول. لهذا لابد من القدوه الحسنه. هادو ثلاثة ديال الحويجات بيني وبين ولادي. غادي يبقاو لنا جوج حويجات اخرين غادي ننتقلوا فيهم من راسنا للاخرين، لان حنا ماشي ديال راسنا. خصنا ما نكونوش لازمين، نكونوا متعديين، معنا نشوفوا الاخرين. شنو نشوفوا الاخرين؟ ربي ولاد الناس باش يجيب الله اللي يربي لك ولادك. هل الرابعة والخامسة الدعاء. اي حاجة راه الا ما كانش فيها التوفيق ديال سيد ربي راه ما غاديش يسير سيد ربي. لهذا ندعي، وماشي غير ندعي مع وليداتي، ندعي مع وليداتي ومع ولاد الجيران ومع ولاد المسلمين جميعا. خمسه ديال الضوابط الا التزمنا بهم غادي الوليدات ديالنا ان شاء الله غادي يكونوا قرة العين. نطلبوا الله يصلح وليداتنا ووليدات جميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله.